وقبلها 25 يناير فاضح ان احنا داخلين في المرحله دي عمال على بطال. طبعا. فالمساله لازم تقنن وده طبقا للقانون والدستور. الكاتبه الصحفيه الاستاذه فاطمه نعوت، مساء الخير استاذه فاطمه. الو استاذه فاطمه. الو ايوه اهلا بيك. أهلاً بحضرتك، اهلا بحضرتك استاذه فاطمه. قبل ما اناقشك في الكلام اللي حصل النهارده معايا الست لواء عبد الحميد خيرت، ومتفق معايا الحقيقه في مساله انه من يقدم البلاغ لازم يبقى ذو صفه، يعني ما ينفعش كده والا تبقى الحكايه، لانه هو كمان متفق معايا يا فاطمه في انه المرحله اللي جايه من الواضح انه ده هيبقى المتبع فيها، يعني واضح ان احنا هنلاقي من حالتك وحاله اسلام بحيري حالات كتيره جدا علشان الناس تقول ايه بقى، مش دي ثوره 25 مش ده 30، يعني الناس صحيح. كمان بتقول لك ايه، بتقول انه ما فيش حد اتحبس في عهد مبارك عن التعبير والرأي، إنما في عهد السيسي ففي إسلام بحيري وادي فاطمة نعوت، فإحنا واضح إنه في حد مخطط إن إحنا نقع في الجزئية دي. لا تعقيب على أحكام القضاء، لكن كيف استقبلتي هذا الخبر؟ يعني سأقبل الصفم وسأقبل حتى لو صبت بعد الاستئناف، يعني سأقبله راضية مرضية وسأنفذه بكل احترام للقانون وبكل احساس بالبراءة. يعني أنا موقنة أنني لم أخطئ وموقنة أن ثوبي ناصع وبريء وأنني لم أزدري دينا ولم أشعل فتنة طائفية ولم أكدر السلم العام، وهي التهم الثلاث الموجهة لي. وطبعا يعني شيء مدهش جدا أن من تكتب ضد الفتنة الطائفية وتحارب الفتنة الطائفية من 15 سنة تتهم، يبقى دي تهمتها. صحيح. وبينما مشعلوا الفتنة الطائفية الحقيقيون اللي هم يعني يحضون صراحة وليس يعني تلميحا تصريحا واضحا على البغض والكراهية وكذا، وطلقاء واعتلون المنابر إلى آخره. ولكن سأنفذ الحكم بكل سعة صدر، وعارفة أنت يا أستاذة احنا هنلاقي فرصة أكبر للقراية جوه السجن والكتابة وكذا، لأن أنا السجن بالنسبة لي حققت كل ما أريد أن أحققه وعملت 21 كتاب وكبرت ولادي، يعني ما عادش عندي احكام. عايزاكي تبقي مستسلمه كده يا استاذه فاطمه. صدقيني يعني انا يعني لا لو اللي بتقوليه ده حضرتك احتراما لاحكام القضاء ده موضوع تاني. لا لكن لا انا بتكلم على الفكره. انا بتكلم على الفكره. انا حتى بتكلم على الفكره ان أيوه. الكاتب والمبدع والشاعر هو يعني ابن سجن حقيقي عايش فيه طواعيه. نحن يعني سجناء، احنا عايشين في سجن الكتابة والقراية والعوالم الافتراضية اللي احنا بنخلقها حواليها من الكتب والمفكرين، فالسجن الطوعي مش هيفرق كتير عن السجن الجبري يعني. لكن الحقيقة هو مصدر حزني مش هنا، يعني مصدر حزني ان حسب عارفة كأننا كنا نحرس في الماء، يعني 15 سنة الواحد بيكتب في التنوير وثورتين عظيمتين صحيح. يعني اشتعلتها من اجل ان تضع مصر على درب التنوير الحقيقي ودرب الحريات الحقيقي، وجهد بقى 9 قرون من ايام ابن رشد وحتى الان. ابن رشد اللي قال الحق لا يضاد الحق، واللي قال الفكر لا يقارع الا بالفكر، وحتى طه حسين يعني مرورا بعشرات كتير ايوه طبعا ومئات المفكرين وكذا، وحتى في القرون الوسطى يعني جهد جاليليو وجهد ديكارت وجهد اولئك جميعا كله اهدر. فانت عايشه في سنه 2016 في القرن ال 21 وما زال هناك شخص ما يعني يسجن رأي لا يحاور، ولا رغم ان انت كنت عارفه انت في نفس البلد اللي كان فيها من اكثر من 70 سنه، بس واحد يكتب لماذا انا ملحد ويرد عليه واحد تاني لماذا انا مؤمن ويرد عليهم واحد تالت، كان فيه يعني كان فين الازدراء في ده؟ وطه حسين ما كتب في الشعر الجاهلي، كانت فين قضايا الحسبه في ده؟ ما كانش فيه لان كان هل يجوز دلوقتي يبقى فيه؟ ما انا اللي انا بقوله لحضرتك انه واضح ان احنا داخلين على المنطقه دي، يعني واضح انه لتشويه
تنفيذ ثورة 30 يونيو. طبعا طبعا واضح ان احنا داخلين على المرحلة دي، فارجوكم لانه المسألة كده، ده كلنا بقى، كلنا هنبقى، ما هو السبب يا نعود، كلنا هنبقى اسلام بحيري، يعني هيبقى نص الشعب المصري بالمنظر ده. السبب فضل. هو ان المثقفين في شتات، المثقفون في شتات يتعارفون فيما بينهم، مش شايلين مش على التنوير كما يجب، مش شايلين مش على بشكل حقيقي، يتناحرون على الشتات، على الثغرات. لا ايوه إيه، هقول لك ايه، هقول لك ده هيتكتب في تاريخك، وخلينا نشوف الاستئناف، وخلينا نشوف الايام اللي جايه عامله ازاي، بس هتزال، وده اللي انا بطلبه، وده اللي انت اكيد الحاله اللي انت فيها. فاطمه نعوت لازم تبقي على طول مبتسمه الابتسامه الجميله بتاعتك، ولازم تبقي مشرقه على طول، طول ما انت مشرقه اللي جايه افضل، وخلينا نتفرج على اللي جاي هيبقى عامل ازاي يا فاطمه. ان شاء الله كل خير. ان شاء الله كل خير. بشكرك، شكرا جزيلا دايسه حبيبتي، الاديبه والكاتبه الاستاذه فاطمه نعوت. هطلع فاصل قصير، بعد الفاصل هكمل مع سياده اللواء عبد الحميد خيرت لحضراتكم، هنشوف هنلحق نتكلم ايه عن داعش بعد الفاصل.